مرحبا واهلا فيكم مره جديده بتحدي ربيع سوا اقوى. اليوم عنا تمارين بيلاتيس حنكون عم نشتغل فيها على كامل الجسم. مثل ما تعودتوا عنا اربع تمارين حنعملهم على خمس جولات، كل تمرين مدته 45 ثانيه والراحه 15 ثانيه. رح يظهر عندكم على الشاشه من فوق العد التنازلي وحيظهر عندكم من تحت التمرين المعدل. اكيد ما بدي اذكركم اذا بعد ما اشتركتوا بالقناه اشتركوا وكبسوا على زر الاشعارات حتى يوصلكم اشعار لما اكون انا عم انزل فيديو. حكون عم انزل فيديو جديد كل يوم لمده 14 يوم وما حابه انكم تفوتوا ولا تمرين. اكيد بذكركم اذا بعد ما خبرتوا اصحابكم اهلكم ولادكم خبرون عن هذا التحدي، بعد فيكم تشتركوا وكثير حلو انه تعملوا نشاط رياضي كلكم سوا بالعائله او مع الاصحاب، هيك بتشجعوا بعض انه تتمرنوا وتصيروا سوا اقوى. اكتبوا لي كلمه تم او دان لما تخلصوا الخمس جولات لحتى اعرف انكم انتهيتوا من هذا التمرين وحتى ازيد اسمكم على لائحه الاشخاص يلي قاموا بهذا التحدي. اذا جاهزين خلونا نبلش. اوكي، أول تمرين عنا هو بريدج أو وضعية الجسر. رح نطلع عليها، نحضر حالنا، إيدينا على الأرض، بندفش الرفشين على الأرض، بنعلي من هون، بناخذ نفس، بنكون شادين القعدة، بنعلي شوي صبيع الإجرين عن الأرض. حتحسوا هلا أنتم عم تنتقلوا من جهة لجهة، كيف عضلاتكم عم تتفاعل مع الموضوع. نتأكد كثير منيح انه كعب الاجر بس نحطه على الارض بيكبس لنقدر نضلنا محافظين على الحوض مرفوع. ننتبه اذا الحوض عم بيلوي من ميلة للتانية. اكيد فيكم تعملوا التمرين المعدل اللي ظهر عندكم باسفل الشاشة. تمام، نرفع نرجع ننزل. هلا ثاني تمرين عنا اياه هو تمرين السيزرز او المقص. رح نعلي اجرينا، ناخذ نفس، بنعلي الراس والكتف، من هون ناخذ نفس، بننزل بالاجر قد ما بنقدر لتحت بس ما ضروري تكون هالقد واطيه، اذا عندكم محل انزلوا اكثر. ممكن كمان تعملوا التمرين المعدل هون وممكن اذا بدكم تقوموا بالتمرين المعدل كتحميه لهيدا التمرين، يعني اول جوله او جولتين اعملوا التمرين المعدل حموا فيه وبعدين قوموا بهذا التمرين. بنضلنا مخليين نظرنا بين الاجرين، بنضلنا عم نحاول نطول الاجر كانه حدا عم يسحبنا. وقد ما بنعمله عمهلا قد ما بنكون عم نتعب الجسم اكثر. تمام، بنعلي شوي وبنرجع بننزل. بدنا نقوم هلا نلف، فثالث تمرين عنا اياه بهيدي الطريقه، وضعيه الطاوله على هيدا الشكل. من هون نرفع نجرب نعمل تاب او نتقر الركبه من دون ما كثير يلق الحوض، يعني ما عم نلوي كثير، حاولوا حافظوا على الثبات. دايما الايدين عم يدشونا قد ما بنقدر بعيدة عن المات، بعيدة عن الارض. عم بتنفس حتى تقدروا تاخذوا فكرة عن النفس تبع البيلاتيس هون. ناخذ بريك، شيل ستريتش، نرتاح بوضعية الصدفة، نرجع نحضر لآخر تمرين عنا اياها بهيدي الجولة اللي هو حنعمل هاف رول باك مع اوبليك. أكيد التمرين عندكم المعدل عم ببين. عم جرب ناخذ الايد قد ما بنقدر لورا، تنزل لتحت كأنه عم ترسموا خط وترجعوا فيه. ننزل نرجع نجلس، ننزل 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 قد ما بتقدروا اذا عندكم مساحة بالمكان اللي انتم عم تعملوا فيه التمرين. نطلع ننزل، بس نطلع بنرجع بنجلس الظهر قد ما بنقدر، بنشد المعدة، بننزل شادين المعدة.
تمام، خدوا بريك لقدام، ريحوا راسكم، كتافكم ورقبتكم. فإذا منحضر حالنا شوي شوي للجولة الثانية، ننزل هون بدنا نحضر حالنا، منعلي على وضعية الجسر، منشد القعدة، نتأكد إنه وزننا على الكتاف وعلى الكعب، ناخد نفس، منعلي شوي شوي، بدنا نعلي صبيع الإجرين ونرجع نوضع صبيع الإجرين على الأرض، وبعدين الكعب. إذا حسيتوا الحوض وطي هون ممكن ترجعوا تضبطوا الوضعية، تضبطوا وضعيتكم. بنضلنا شادين برخشين الأرض على الأرض. تمام، شوي شوي مننزل، ناخد بريك، فينا ناخد الركب على الجوانب. أكيد خدوا بريك، استعملوا التمرين المعدل لما تحسوا حالكم بحاجة لتستعملوا التمرين المعدل. هلا من هون نحضر حالنا، بدنا ننزل، نعمل حركة المقص. كمان إذا بتحسوا كتير في ضغط على الرقبة والكتاف هون، نزلوا راسكم على الأرض وحافظوا وجربوا قد ما فيكم تشتغلوا على تقوية المعدة. يعني صحيح انتم تحركوا إجريكم، بس كمان عم تفكروا إنه عضلات المعدة هن يلي عم يقدروا يرفعوا الإجرين، حتى ما كتير نتكل بس على عضلات الإجرين. ناخد رول صغيرة، وبس لتكونوا جاهزين رح نقوم ونلف حالنا بهذه الطريقة. نرجع وضعية الطاولة، جاهزين، منشد المعدة، بدنا نعمل تاب. أكيد فيكم تاخدوا بريك إذا حسيتوا حالكم تعبتوا بين كل وحدة ووحدة. إيدينا كتير مشدودين وقوية، هيك نكون كمان عم نشتغل على قوة الجزء العلوي من الجسم. شد المعدة. ما فيني كتير احكي واعمل التمارين انا. عم خبركم هلا انا المعاناة كتير قوية. تمام، ننزل بالركاب، وضعية الصدفة لكم ثانية، منريح الظهر شوي شوي، منطلع ومنبلش نلاقي وضعية للتمرين الأخير. half roll back، عم نتدحرج، عم ننزل نص نزلة، ناخد نفس، ننزل نمد الإيد، منفرغ نفس، نرجع الوضعية الأساسية هون. كل التمارين ما بنعملها بسرعة حتى نقدر نركز أكثر وأكثر على شغل العضلات. إذا بالبيت تقدروا تحطوا مخدة بين الركبتين بيكون تمام، خاصة إذا عم تحسوا الركب عم يفتحوا أو عم يضبوا كتير صوب بعضهم. إذا عم تحسوا هالشي أفضل قربوا الركب صوب بعضها، هيك تحسوا كمان بعد شوي أكثر. وهي اخر بريك قبل الجولة الثالثة. شوي شوي بدنا نبلش نطلع، ننزل لنحضر لتمرين الجسر. ننزل، ناخذ نفس، بنعلي، نتأكد انه الكاحل تحت الركبة. هلا ناخذ نفس، بنشد القعدة، بنحاول نخلي الحوض متوازي. إذا قادرين تشوفوا أو تحطوا إيدكم على العظمة، وننزل الإجر بنعومة. أنا دايما بقول بالصافد إليجنس، يعني بنوع من الكلاس والرقي، ما بنخبطها خبط قد ما بنقدر بنجرب. هيدا دليل إنه أنتم متحكمين بالحركة، مش بس عم بحكي لأحكي بس، حتى
اوكي ننزل شوي شوي. فيكم اكيد تاخذوا الاجرين افتحوا ايديكم على جوانب سايد تو سايد. بس تكونوا جاهزين نرفع اجرينا لفوق، نرفع الراس لفوق، ناخذ نفس. هلا لانه الجوله الثالثه بركي بنقدر نعمل دبل باس. انا بس رح ابرم حالي شوي فيكم عندي مجال. اكيد فيكم تعملوا تمرين معدل. نجرب انه نقرب الاجر قد ما بنقدر صوبنا ونبعدها اكثر في اكثر ما فينا عن نبضة الوقت للاجر الثانية. مريح شوي. فينا هون نعمل روكينج او نتمرجح من ميلة للتانية. مننزل اجر مننزل التانية، قلبوا على جنب، نطلع لنحضر للتمرين الثالث. هلا من هون ناخذ نفس، فرغ النفس، نكون شادين المعدة. نجرب نخلي الركب قد ما فينا قرب على الارض. دلنا عم نقدر نتفش. فيكم تعدلوا على التمرين اكيد طبعا. نحاول قد ما بنقدر انه ما نحرك الركب كثير مع انه هالشي شبه مستحيل، بس بنحاول بنحاول. نرجع على الوسط، الركب على الارض، بناخذ بريك شيل ستريتش. نرجع بنقوم منها، نسحب اجرينا لقدام. هلا حنعمل هاف رول باك مع اوبليك. جاهزين؟ من هون ناخذ نفس، بنفرغ النفس، نطلع ناخذ نفس. كمان اذا عم تحسوا انه الركب عم تفتح او عم تسك لجوا، الافضل تحطوا ركبكم سوا، تضموا عضلات الفخذ الجوانيه او عضلات الفخذ الداخليه. تنزلوا للمسافة اللي انتو قادرين تتحكموا فيها وبزيت الوقت حاسين فيها تشالنج، عم تتحدوا حالكم. يعني اذا كنتوا شوي عاليين يمكن ما تحسوا كتير، ولازم هالتمرين في كتير تحكم بحركة الحوض وحركة العمود الفقري. رح ناخد نفس، ناخد بريك. فإذا شوي شوي منقوم رح نبلش نحضر للجولة الرابعة. ننزل، سبقني الوقت، منعلي الحوض هون، نضم الرفشين، ناخد نفس ونفرغ النفس. نحن عم نفرغ النفس نتأكد الثانية اللي بينزل فيها الكعب على الأرض بدكم تشدوا القعدة، يعني رفعتوا هيدا هي القعدة مشدودة، نزلتوا ارتاحت شوي هيدي القعدة، هلا انتقل الوزن للميل الثاني. خليكم بس واعيين على هيدا الشيء. كفوا. بنضلنا كابسين بالكعب بصبيع الاجرين للاجر يلي هي مثبتتكم على الارض. اخر مرة نرفع، نرجع ننزل شوي شوي. اكيد خدوا بريك قصير هون وقتها تجهزوا. انا بس لازم اغير شوي قعدتي هون كرمال السيزرز. بنرفع الراس، بنرفع الاجرين، من هون ناخذ نفس. عم بعمل نبضتين، طلع نفس مرتين. الركب فيها تكون متنية أو جلسة، أو فيكم تضلكم عم تعملوا التمرين المعدل ليصير عندنا القوة الإناف اللازمة لرفع الجزء العلوي من الجسم. وإذا كان عندكم مشاكل بالرقبة والكتاف أكيد مفضل إنكم تعملوا التمرين بالطريقة المعدلة. وينك يا وقت؟ 3 ثواني.
مع انه من تمارين المفضلة يعني، ما لازم يكون عم بعمل كومبلينت ابدا ولا اتزمر. اوكي بنشوف اذا فينا نطلع بهالطريقة او تطلع على الجنب. رح نقلب لوضعية الطاولة هلا، مسافة بين ركبكن قد المسافة بين الحوضين، ناخد نفس نشد المعدة من عالي من هون، بالكن عم تدفشوا الارض ما بعرف بالنسبة لكم، بس انا بالنسبة لي الوقت اليوم عم يمرق بسرعة، او يمكن الجسم تعود لانه انا كمان عم بعمل تحدي معكم كل يوم 20 دقيقة، بتصور جسمي تعود على الخمس جولات، بلكي بنزيد الجولات المرة الجاية. هلا بتصور في كثير ناس عم بتصرخ علي بالبيت خلوا الحوض واطي، ما نعلي الحوض لفوق، انتبهوا من هالشغلة. خلصنا، قرب الوقت يخلص، مدل عنا إطالة بالعمود الفقري، تمام مننزل الركب ناخد بريك شال ستريتش. ما احلاك ما احلى الستريتش باخر جولة الشغل. اوكي هاف رول باك، ناخد نفس ننزل نرجع نطلع. بالعربي بنسميه الدحرجة الخلفية النصفية او الدحرجة للخلف النصفية، كيف صلحوا لي بالعربي هلا دماغي صعب يفرز ويترجم انا عم بتمرن، بس في كثير كلمات ما بنلاقيها دغري من الانجليزي او اللغة اللاتينية للعربي، خاصة انه كمان في كثير اسامي مثلا عضلات بتكون باللغة اللاتينية. حناخد بريك، انا حاخد بريك من الحكي. اذا شوي شوي بنطلع بنحضر حالنا للجولة الخامسة، ناخد نفس منعلي الحوض منشد القعدة نتأكد انه وزننا على الكعب وعلى الكتف، ناخد نفس منبلش نعلي سوبر تركيز حتى نخلي معدتنا لافة حوالين الخصر كأنه لابسين كورسيه او مشد، ومننتبه اذا الحوض عم يطلع وينزل كتير منجرب نوقف منعلي الحوض منشد القعدة على الميلتين وبعدين منبلش نعلي. واذا كتير صعب اليوم بتعمل التمرين المعدل لحتى نكسب قوة وبعدين بتجربوا هيدي الفارياسيون. بنعلي بنرجع ننزل، رح نبلش نحضر حالنا للسيزرز، اكيد ميل الركب ميل ميل اذا عبالكم اذا معلي الاجرين قبل. اذا فيكم خذوا النفسين جرب قد ما بنقدر نقرب الاجر صوبنا بلطافة، طبعا تمرين ولا اروع للاجرين وللمعدة لكل الجسم، انتو بذات وقت عم تقووا عضلة الاجرين وعم تلينوها وعم تزيدوا من مرونة مفصل الورك. هاي بريك نتني ناخد بريك هون، رح نعمل رول سايد تو سايد، بركي نروح على جنب او نطلع فيها بهالطريقة. رح ناخد وضعية الطاولة ومنبلش تابينج، عم ندقر الركب قد ما بنقدر نخلي الركب صوب الارض، حاولوا دايما تطولوا العمود الفقري، طولوا العمود العنقي يعني رقبتكم. ما عم صدق قد ايه ترجت اليوم بسرعه هيدي الحصه، خذوا بريك لما بدكم ورجعوا كفوا التمارين معي، بنوطي نخليهم واطيين قد ما بنقدر.
شوي شوي ننزل ناخذ بريك نريح ظهرنا شوي شوي بدنا نقوم هلا اخر تمرين للهاف رول باك مسافة بين الركب قد مسافة بين الحوضين ايدين لقدام ننزل بدنا نتني العمود الفقري نرجع نطلع ما بننزل كتير يعني العمود الفقري او المنطقة الصيفية من الظهر ما بتصير على المات تقريبا عم تعملوا رول على السيت بونز مثل ما بنسميهم او العضلتين التحتانيتين تبع الورك حاولوا دايما طولوا الايد تخيلوا انكم عم ترسموا خط كتير واسع وبعيد هي اخر وحدة نعلي رح ناخد بريك رخوا رقبتكم ورخوا العمود الفقري هون خدوا كم نفس وشوي شوي 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 قوموا اكيد اذا بدكم خلوكم شوية اكتر بهيدي الوضعية انا بس بدي اختم وقلكم انه الف مبروك خلصتوا 5 جولات وهيدا التمرين العاشر بتحدي ال 14 يوم تحدي الربيع سوا اقوى كون ما تنسوا تكتبوا لي تم او دن بخانة التعليقات لاعرف انكم خلصتوا كل الجولات واكيد اكيد برجع بذكركم خبروا اصحابكم ولادكم اهلكم عن هدول التمارين يمكن اذا عملتون سوا بالبيت هيك بتشجعوا بعض وتصيروا سوا اقوى وهلا شو بدي اقلكم بشوفكم بكره